برحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه الف مبروك، نتيجه منطقيه. اه طبعا على احداث الشوطين زي ما انت قلت اللعب كان في اتجاه واحد. في ثلاث اربع حاجات اتعملوا كويس النهارده من الناشئين اللي كانوا موجودين. اولا كميه الجري كانت كتير واحنا قلنا يا ريت يحافظوا عليها الشوط الثاني، وفعلا هم حافظوا. بالعكس الاهداف اديتهم ثقه وروح جديده انه يبقوا منتعشين في الملعب. يعني كميه الجري كانت كويسه، بيظهروا لبعض. صح. التمرير مش مقطوع زي ماتشات تانيه اللي فاتت. اللعب اسهل. كان في مشي بالكوره كتير لما كنا بنتكلم على عبد القادر ومكسوني واكتر من واحد كانوا بيحتفظوا بالكوره كتير قوي في الماتشات اللي فاتت. النهارده اللعب اسهل. في استحواذ وسيطره على نص الملعب من فخري وميدو نبيل. الحاجه كمان المميزه الاخيره اللي فرقت كتير استغلال الفرص. صح. يعني انت لو حسبت في ماتشات جالنا اضعاف الفرص دي وما جبناش اربع اهداف. النهارده ممكن تكون مثلا جالك ست فرص او خمسه، جبت اربع اهداف. مزبوط. جبت منهم اربع اهداف، فاستغلال الفرص كانت نسبته عاليه النهارده جدا. فكل العوامل دي ادت الشكل الكويس. ويعني النهارده اكتر من لاعب ظهر بحاله افضل من الحاله اللي كانوا ظاهرين بيها في ماتشات قبل كده، وفوز مستحق. ونتمنى بقى التوفيق ان شاء الله في الاختيارات للموسم الجديد، سواء من الناشئين او اللعيبه الجديده او من هيخش على الفرقه. عشان النهارده نهايه الموسم يعني. صحيح.